سايبر سيكيورتي بارك. أهم وحدث الأخبار والمسجدات في عالم الأمن السيبراني في نشرة أسبوعية تأتيكم برعاية سايبر سيكيورتي بارك. باحثون يلاحظون برنامجا ضارا جديدا للروبوتات يستغل ثغرة Log4j لاستهداف أنظمة لينكس. يحاول سرقة البيانات الحساسة وإنشاء ريفيرس شيلز وتثبيت روت كيتس في الأنظمة المتأثرة. أصبح هايف رانسموير واحدا من أكثر عائلات برامج الفدية نشاطا منذ اكتشافه في يونيو 2021. وللحماية من هذا التهديد فإنه من الضروري أن تكون الشركات على دراية بالآليات المختلفة التي تستخدمها عصابات برامج الفدية. تم اكتشاف برنامج تريكبوت ضار، وهو برنامج ضار متطور ومستمر تم تصميمه في الأصل ليكون بمثابة حصان طرواد مصرفي في عام 2016، ولكن تم اكتشاف استغلاله لأجهزة إنترنت الأشياء IoT المخترقة كوكلاء لإنشاء اتصالات مع خوادم القيادة والتحكم C2، ويتم استخدام أجهزة التوجيه مايكروتيك والأجهزة المخترقة للتحديد كآلية وكيل لتريكبوت، مما يسمح للمخترقين بإخفاء نشاطهم عن الفرق المعنية بالأمن السيبراني. سايبر سيكيورتي بارك نشرة أسبوعية من عمان داتا بارك.